الفترة. خلينا نبتدي بأهم الأخبار الخاصة بالجانب المحلي والعالمي وأخبار المحترفين في الخارج. سوبر كورة، منتخب مصر يتقدم مركزين في تصنيف فيفا ويصبح الثامن إفريقيا. اليوم السابع، الجري يطلب تقرير عن أسباب إصابات الدوليين مع الأندية. الفجر، انقسام في الجبلية بسبب سلجادو. في الجول، المنتخب ننتظر تحديد موعد لقاء النيجر وأجيري لم يحدد موقف المباراة الودية. اليوم السابع، اتحاد الكرة يطلب تفعيل بطاقات الجمهور في الدور الثاني. البوابة نيوز، غدا الكاف يحسم قرار استضافة الكاميرون للنهائيات. الشروق، صلاح في المركز الرابع بقائمة سكاي سبورتس لأفضل لاعبي البريمير ليج. فيتو، اليوم أنني مع أرسنال يواجه فور سكالا الأوكراني بالدوري الأوروبي. سكاي نيوز، إنجاز تاريخي لفريق برشلونة في دوري أبطال أوروبا. أس، جارث بيل قد يلحق بكريستيانو رونالدو. سبورت 360، بوسكيتس تأقلم ديمبلي سيكلف برشلونة.